بيرسين يخبر أوزان أن فاتح وأسلم معاً. أوزان الذي لا يستطيع تحمل هذه الكلمات يعاني من انهيار عصبي. ثم يرى الصور التي أرسلها بيرسين. تستخدم ملك كل الوسائل لمنع إيلول ويابز من الهروب. ويبلغ عدنان ونرمين. يتعين على ياغيز أن يتخلى عن كل ما لديه لمغادرة المنزل. على الرغم من ذلك فهو لا يستسلم ويهرب مع إيلول مفلسا. تقترب سولي من انتقامها النهائي. إنه متحمس. يابز وإيلول اللذان اجتمعا أخيرا بعد انفصالهما الطويل يخططان للهروب دون إخبار أحد. من ناحية إيلول متحمسة للم شملها مع من تحب، ومن ناحية أخرى فهي تريد أيضا الحصول على دعم عائلتها. ملاك تسعى وراء يابز خطوة بخطوة. أوزان الذي ينتظر أسلم على أمل بين جدران السجن الأربعة يجد شخصا آخر أمامه. من ناحية أخرى أجبر أسلم على مقابلة فاتح بناء على طلب شولي. هل ستتمكن أسلم التي تريد الذهاب إلى أوزان في أقرب وقت ممكن من اللحاق بأحبائها؟ يتحدث يابز وإيلول مع كوراي ويشار ويتخذان الإجراءات اللازمة لإبعاد مشاكل الطلاق عن الطريق والالتقاء معا في أقرب وقت ممكن، لكنهما يفشلان. لا تستطيع إيلول التحدث إلى كوراي بسبب لعبة ملك، ولا يستطيع يابز التحدث إلى يسار بسبب مرضه. أخيرا قرروا الهروب دون الرد على أحد. يتم طرد هدية وأسلم من المنزل. ينتقلون للعيش مع جوليد. ترسل شولي أسلم بالقوة للقاء ابنها فاتح. بينما ينتظر أوزان أسلم في السجن يرى بيرسين لقاء أسلم وفاتح. بينما تقاتل إيلول من أجل حياتها يجب اتخاذ قرار صعب للغاية لإنقاذ حياتها. بينما ينتظر أوزان إجابة أسلم على طاولة الزفاف يشعر أسلم بخوف شديد. بينما كان أوزان وأسلم على وشك الزواج في السجن سلمت شولي رسالة في اللحظة الأخيرة وهددت أسلم علنا مرة أخرى. يجب على أسلي أن تفكر مرة أخرى قبل أن تقول نعم أو لا لمسؤول الزفاف. يعثر يابز على إيلول من الجرف وينقلها إلى المستشفى، لكن قلب إيلول يتوقف. من الواضح أن يابز يعلم أن الطفل هو طفله. وجدت نرمين هوية ملك وهي عفت. ملاك تقضي على هذا الخطر باختلاق قصة مزيفة. بينما يكون أوزان في عجلة من أمره بشأن المفاجأة التي أعدها لأسلم، تقع أسلم في معضلة كبيرة. يحلم إيلول بأنهم سيقابلون يابز أخيراً ويستعدون لإخباره بكل شيء. ويتطلع يابز أيضاً إلى اجتماعهم. ومع ذلك كلاهما لا يعلمان بخطط ملاك. شولي تجعل أسلم يستمع بينما يطعن جخان أوزان. يطلب منه قبول عرض زواج ابنه مقابل إبقائه على قيد الحياة. حقيقتي تجبرني. أوزان مصاب. يعتقد أن إيلول بيبك هي صديقة يابز ولم يخبرها عن الطفل. ينصب فخا لملك جيجك ويجعلها تسقط. يتعثر بيبك على الكابل ويسقط ويلقي باللوم على إيلول. يعلم أن إيلول بيبك ليست صديقة يابز، لكنه قرر أن يقول الحقيقة غدا ويغادر. شولا تهدد أسلم علنا بقتل أوزان وتطلب منها الزواج من فاتح. أوزان الذي يعتقد أن أسلم تعرض لحادث يصاب بانهيار عصبي ويقول إنه يريد الزواج من أسلم، مقتنعا بأنه لا يمكن أن يكون بدون أسلم. وتبقى حقيقتي بينهما. تصاب ملك بالجنون عندما تكتشف علاقة إيلول ويابز. يبدأ بالتخطيط لأشياء سيئة. كوراي الذي هاجم إيلول وهو في حالة سكر يعترف بأنه لم ينم مع إيلول في ذلك اليوم. أصبح إيلول الآن متأكدا تماما من أن الطفل هو طفل يابز. تبدأ راضية بالذعر أمام حالة ملاك السيكوباتية. بينما تساور نرمين شكوك بشأن أبنتها، تقرر ملاك استخدام إيلول مرة أخرى للحصول على يابز. يتم أخذ أوزان إلى الجناح.
أسلم يواجه تهديداً خطيراً للغاية. تعتمد حياة أوزان وجولد على القرار الذي يتخذه. مقتنعاً بأنه لن يتمكن من الخروج من الداخل، ينجرف أوزان في الشعور بأن انتظار أسلم سيكون عبثاً ويدعوها إليه. يطلب منها ألا تأتي مرة أخرى. تم تدمير حقيقتي. فاتح المهووس جداً بأسلم يلاحق رجلين بيرسين بسبب ما فعله بها ويخيفها، ثم يعلن حبه لأسلم. يقترح الزواج. عندما يرفض أسلم بشدة تجعل سول الأمر مدعاة للفخر. يخبر ابنه أنه سيأخذ أسلم. ينزعج ياجز للغاية عندما يدرك أن إلول كانت تساعد ملاك وتحاول أن تجعل ملاك وحبيبته. تجري إلول اختباراً آخر لإثبات أن ياجز هو الأب الحقيقي للطفل. مقتنعاً بأنه لن يتمكن من الخروج من الداخل، ينجرف أوزان في الشعور بأن انتظار أسلم سيكون عبثاً ويدعوها إليه. يطلب منها ألا تأتي مرة أخرى. تم تدمير حقيقتي. فاتح المهووس جداً بأسلم يلاحق رجلين بيرسين بسبب ما فعله بها ويخيفها، ثم يعلن حبه لأسلم. يقترح الزواج. عندما يرفض أسلم بشدة تجعل سول الأمر مدعاة للفخر. يخبر ابنه أنه سيأخذ أسلم. ينزعج ياجز للغاية عندما يدرك أن إلول كانت تساعد ملاك وتحاول أن تجعل ملاك وحبيبته. تجري إلول اختباراً آخر لإثبات أن ياجز هو الأب الحقيقي للطفل. يقوم بيرسين بتقييد يدي أسلم إلى كرسي في الشاليه وتشغيل الغاز وتركها تموت. أوزان ينتظر أسلم في يوم اللقاء، لكن بيرسين يأتي بدلاً من أسلم. راضية تعذب إلول. يندفع إلى المهام الصعبة ويوبخ. يتصرف بشكل منافق مع عائلته. يذهب ياجز إلى مختبر الحمض النووي. يذكر الضابط أن هناك اشتباهاً في احتمال تغيير النتيجة. يحول ياغيز انتباهه إلى كوراي مرة أخرى. تحاول ملاك جذب الانتباه بحيل مختلفة. علمنا أنه وإيلول كان أصدقاء منذ المدرسة الإعدادية. لدى إيلول وياغيز الفرصة لمواجهة بعضهما البعض في المقهى حيث يتم قفلهما. بينما يدفع كوراي إيلول أكثر فأكثر إلى الزاوية، فإن حياة ياجز أيضاً في خطر بسبب اقتراب ملاك. نتيجة محاكمة أوزان تدفع كل من يحب أوزان، وخاصة أسلم، للبحث عن الأمل. ويتوقع أوزان نتيجة إيجابية من المحكمة وأنه سيتم إنقاذه. في هذه الأثناء تبحث سولي عن طرق لإخفاء سلاح الجريمة في منزل ممتاز.